لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كأنه يشعر بموته، ابنة الفنان السوري محمد قنوع تنشر صورة له قبل وفاته، وصديق منذر ريحنا ينعي رحيله، صديقي والنجم الخلوق في ذمة الله. نعى الفنان الأردني منذر ريحنا الفنان السوري محمد قنوع، ونشر منذر النعي عبر حسابه على فيسبوك قائلا: يا رب شو بشع هالخبر، أخوي وصديقي والنجم الخلوق محمد قنوع في ذمة الله، الله يرحمك حبيب قلبي ويصبر عيلتك. كما نعته الفنانة أصالة وكتبت تويتر عبر حسابها على تويتر نصها: الله يرحمه ويغفر له ويعين أهله حبيبه، كتير خبر حزين، الله يرحم الفنان الطيب. تفاجأ جميع الفنانين العرب والسوريين بخبر وفاة الفنان محمد قنوع الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وازداد البحث عن معلومات عنه. المفاجأة هي أن محمد قنوع قام بأداء العمرة هو وابنته ماسة قبل وفاته. يذكر أن الفنان محمد قنوع قد ذهب إلى المملكة العربية السعودية برفقة ابنته ماسة محمد قنوع لتأدية مناسك العمرة، لكن شاء القدر بأن يرحل الفنان العظيم بعد عمرته مباشرة، وستتم تشييع مراسم جنازته اليوم الأحد. توفي الفنان السوري محمد قنوع يوم السبت عن عمر ناهز 49 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية، ورحيله خلف حزنا وتأثر واسعين في الوسط الفني بسوريا والخليج. ونعت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها على فيسبوك وفاة قنوع قائلة: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل محمد قنوع، لروح فقيدنا الرحمة والسكينة، ولنا وأسرته وأحباؤه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل. استهل محمد قنوع مسيرته الحافلة مع النجم السوري ياسر العظمة في عام 1995، ومنذ ذلك الحين شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا إلى جانب أعمال أخرى. وبرز محمد قنوع أيضا في مسلسل باب الحارة الذي وثق الحياة في سوريا خلال الانتداب الفرنسي، وعرف الممثل بدور سعيد الحميماتي. يذكر أن قنوع نشر عبر صفحته في فيسبوك يوم الجمعة ذكرى وفاة والده قائلا: يا هلا غاب عن عيني وراح، تاركا في القلب نار واستراح، رحمك الله وعوضك الجنة. ولد الفنان محمد قنوع في العاصمة السورية في دمشق والعشرين من شهر سبتمبر عام 1973. ينتمي لأسرة فنية عريقة، فجده كان عازفا لآلة الترومبيت الموسيقية، أما أعمامه فهما الفنانين المسرحيين هاشم وعمر وأحمد، والذين كانوا يعملون بمسرح دبابيس تحت اسم فرقة الأخوين قنوع. والد الفنان محمد قنوع والمخرج الإذاعي مروان قنوع، وقد بدأ بالعمل معه في الإذاعة وهو لا يزال طالبا في الصف الرابع الابتدائي، وظل يعمل في الإذاعة حتى عام 2014. إلى جانب عمله في الإذاعة عمل في مسرحيات الأخوين قنوع إلى أن اختاره الفنان ياسر العظمة ليشارك في سلسلة أجزاء مسلسل مرايا، ومن هنا كانت انطلاقته في العمل في مجال التلفزيون. على مدار مشواره الفني قدم ما يقرب من 140 مسلسل، تنوعت أعماله بين الدراما الكوميدية والتراجيدية. ظهرت العديد من التساؤلات حول مذهب الفنان محمد قنوع، وهل هو ينتمي إلى المذهب الشيعي؟ أن الإجابة أن محمد قنوع مسلم ولم يصرح في أي لقاء، وكان
وكذلك لا توجد أي معلومات متاحة عن كونه شيعي أم لا. الفنان محمد قنوع متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، لم يصرح باسمها في أي لقاء حواري أو صحفي، وهي لا تحب الأضواء ولا تظهر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المناسبات الفنية والاجتماعية. وقد أنجبت زوجته 4 أبناء هم ماسة، مايا، مروان وعدنان. نشر الفنان محمد قنوع صورة تجمعه بزوجته المحجبة مع ابنتي ماسة ومايا، واللتان ترتديان الحجاب أيضا. وعند سؤاله هل هو من فرض عليهم ضرورة ارتداء الحجاب، أجاب بأن كل واحدة منهم ارتدت الحجاب عن اقتناع، وأنه لم يتدخل أبدا في قرار ارتداؤهم الحجاب. كما صرح أن ابنته ماسة قد دخلت مجال التمثيل وهي طفلة صغيرة، وشاركت معه في عدة مسلسلات أشهرها مسلسل بنات العيلة. وعندما كبرت قررت أن تسير على نهج والدتها وارتدت الحجاب وتركت التمثيل. استضافت الإعلامية ربع الزيات الفنان محمد قنوع في برنامج شو القصة، وقد كان اللقاء ممتعا ومثير، وأدلى فيه محمد قنوع بالعديد من التصريحات الهامة التي فاجأت جمهوره. ولعل من أشهر تصريحات قنوع التي أخبر بها ربع الزيات أنه بعد هذا العمر الطويل في العمل في التمثيل ليس لديه ثروة كبيرة، وليس لديه بيت في الشام ولا خارج الشام، فلم يكن حريصا على اقتناء البيوت، بل كان هدفه أن يوفر حياة كريمة لأسرته وأن يدرس أولاده في أحسن المدارس. كما صرح أنه لا يحب أداء المشاهد الجريئة الخادشة للحياة، لأن الدراما التلفزيونية تدخل كل بيت في سوريا أو في أي دولة عربية دون استثناء. كما أكد أنه يتعاطف مع اللاجئين السوريين ويرفض اقتراح المطربة السورية رشا رزق التي اقترحت إرسال حبوب منع الحمل إلى معسكرات اللاجئين السوريين، لأنه يرى أن الأطفال رزق من الله. شارك الفنان محمد قنوع في عدة أجزاء من مسلسل باب الحارة، وعن دوره في هذا المسلسل يقول: الدور أصبح لا يضيف له أي جديد على المستوى الفني، ولكنه يشارك في هذا العمل من أجل الربح المادي فقط. ولكنه أكد أنه لا يهاجم مسلسل باب الحارة لأنه من أنجح الأعمال السورية الدرامية، ولكنه يتحدث عن شخصية أبو سليم التي يجسدها في المسلسل، فإنه يرى أنها لم تعد لديها الجديد لتقدمه، ولم يعد لها دور في أحداث المسلسل، ولكنه سوف يستمر في تجسيد الشخصية من أجل المقابل المادي. من مسلسلات الراحل محمد قنوع مرايا، سباق للزواج، قانون ولكن، أيامنا الحلوة، أبو المفهومية، عصر الجنون، الغد، غزلان في غابة الذئاب، أحقاد خفية، على حافة الهاوية، رفيف وعكرمة، أولاد القيمرية، قلوب صغيرة، ساعة الصف، تخت شرقي، الولادة من الخاص، ما بتخلص حكايتنا، فندق أدري، أمر الشام، وجوه وراء وجوه، رقص الأفاعي، وعدتني يا رفيقي، نبتدي منين الحكاية، ومسلسل فوضى. ربنا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.